بسألك يا أمي ليش نحنا تلاتة عنا 12 أوضة وجيراننا 9 ما عندن غير أوضة؟ منين جايبة هالأفكار؟ وبسألك يا أمي ليش نحنا سهراتنا خمر وذهب وزينة والناس عم يسهروا مع شمعة حزينة؟ الهيئة رحتي على العمية. ايه يا أمي. وليش رحتي يا ميرا؟ سمعت بيي عم بيقول رح بصير في ثورة، أنا رحت بدي أعرف وين عم تربى الثورة. وعرفتي وين عم تربى الثورة؟ بلفتات الفقراء عم تربى يا أمي، عايدين الفلاحين عم تربى يا أمي، عبرد العدالة عالقوانين العتيقة، عصور الملوك عم تربى الثورة.